أديك الأمانة قبل ما أموت، أتمنى أنك تحافظ عليها الأمانة هذه يا فرفور. ويش الأمانة هذه يا جدي اللي لازم أحافظ عليها؟ إن أهل الأرض أيام 48، هذه الأرض يا سيدي أنا ورثتها من آبائي وأجدادي، أتمنى أنك تحافظ عليها. هذه الأرض أرض جميلة كلها مزروعة بالورد بالشجر الزيتون والنخل، بتمنى انك تحافظ عليها يا فرفور. وش اسم هذه الارض يا جدي؟ هذه الارض اسمها تل الربيع، اما لقيت يا خساره اليهود سموها تل ابيب بعد ما احتلوها واخذوها يا جدي. هذه الامانه بتمنى انك تحافظ عليها يا فرفور، وهذا المفتاح بيكون معك لما ترجع للبلاد. لما ترجع للبلاد بتفتح فيها فرفور. أنا يا فرفور، هذا يا جدي المفتاح، هذا المفتاح، هذا المفتاح، هذه كمان أوراق تثبت كمان الأرض إن يا فرفور. هذه أمانة معك يا فرفور، اوعى تفرط بالأرض يا فرفور، اوعى تفرط بالأرض يا فرفور. يا جدي ما تخافش، أنا يا فرفور تعبان كتير. لا يا جدي، حاسس حالي بدي أموت. لا يا جدي، حاسس حالي إني قريب من أرض الربيع. لا يا جدي، بتمنى يا جدي إنك تحافظ عليها. حاضر يا جدي. أنا جدي، أنا جدي. لا يا جدي، أنا جدي. جدي 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 حبيبي، جدي يسعى، جدي. جدي حمل لي هالأمانة الكبيرة، وأنا مش عارف قديش بدها تتحرر عن البلاد من جلد اليهود المجرمين المقتصفين كل الدنيا. ايش فيكم؟ ايش فيكم مني؟ ليش شحلتوني وجبتوني هنا؟ اقعد حبيبي فرفور، اقعد ارتاح. من ايش اقعد؟ اقعد حبيبي فرفور. أنا فرفور إنه سيدك أعطاك مفاتيح الأرض والوراق. مين قالك هذا الكلام؟ أنت ما إلك مين قال فرفور، لكن المطلوب فرفور. طيب وإيش المطلوب هذاك مني؟ المطلوب فرفور إنه تعطينا أوراق الأرض. أوراق الأرض اللي جدي اعطاني إياهم أمانة عشان أحافظ عليهم وعشان أحرر فيهم القدس. فرفور بدنا نشتري الارض. شري يا فرفور، بدنا نديك مصاري كتير. بدك تاخد مصاري كتير فرفور، وناخد الاوراق فرفور. اوراق ولا حاجه فرفور. لا مش احنا اللي بنبيع اراضينا لناس ارهابيين فرفور. نعم بدك تجيب الاوراق، يعني بدك تجيب الاوراق. مش جايب الاوراق ومش جايب ليه، مش جايب الاوراق فرفور. نعم مش جايب لك الاوراق، بدك تجيب الاوراق فرفور. بدك تجيب الاوراق فرفور. تجيبوا يعني بدك تجيبوا فرفور. جايبوا لناس مجرمين، لناس اندال، لناس ارهابية. احنا اندال؟ احنا ارهابية فرفور. جيب الاوراق لك فرفور. نعم احبابنا الاطفال، لقد فقدنا اعز صديق لنا فرفور. لقد استشهد فرفور وهو يدافع عن أرضه، يدافع عن أرض آبائه وأجداده. استشهد على أيدي المجرمين القتلة، قتلة الأطفال الأبرياء، وقتلت إيمان حجة، قتلت محمد الدرة وغيرهم الكثير.